ومن ابوه جاي لي بكره الصبح البنك لما نشوف قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان الواحد يبت فيه. شهر يا طيب معلش انا هبعت المدير المالي ينسق مع اداره الائتمان. بالنسبه بقى لموضوع الاولاد من غير ما تقول يا بدران الجواز اسمه ونصيب واحنا برضو هنفضل اصدقاء بغض النظر عن اي حاجه. الله الله ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها عادي ما تتكسفش مني. بالعكس. طب انت عارف حازم ابني قال لي ايه؟ الدموع بترغرغ في عيني. قال لي بابا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما اعرف سلمى. للدرجه دي؟ طبعا. طب تعرف احنا لولا بندور للولد حازم على بنا بحندقه كده طبعا لسه هنفرشها ونشطبها ونلازم منه حاجه كده تليق بمقام عروستنا كنا جوزناهم بكره. لزوم ايه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي، ما احنا بيوتنا واسعه. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعا، اصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وهو بيتك بيته برضه، وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك. اسكت يا فؤاد اسكت، نسيت اقول لك مش الحمام بتاع قورة الولد حازم اللي فوق ضرب فجأة بوظ دور الفؤادي كله داخل على الدور التحتاني كمان؟ بسيطة، ابعت لك مهندس الديكور بتاعي في ظرف اسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده احلى جناح لاحلى عروسين، والفرش هدية مني لسلمى وحازم. قلت ايه؟ الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس انت ليك حق، الخميس الجاي قريب قوي، يبقى الخميس اللي بعده. مبروك، الف الف مبروك. يا عم ما تركز معايا شويه. يا عم جواز مش هتجوز، شيلني من دماغك. يا حازم فؤاد الملط هو اللي زنق ابوك واضطر يوافق. طبعا مش لاقي حمار يشيل البلوه دي فاضطر يلبسها انا. حازم انت ليه عايز تهب لابوك بناه بقاله سنين؟ ابوك اللي رباك لقيته بينك طلب قد كده هو تخلى بيه. تصدق انا دمعت بجد؟ انت ممثل زباله على فكره. الله يخليك. انت ليه انا مسافر؟ الله يخليكي. بقول لك ايه؟ انت تتجوز البنت دي ولما تاخده الكارت اقبض طلقها. هي حكاية البنت دي؟ البنت دي اما عريضة يا اما بتلغيني، بس مش حلوة قوي يعني، برضو تنفع في وقت زنقة. لولا يا عادل لو قاعد في مكان لقيت شاب سيز بيعكس البنت بتاعتك تعمل له ايه؟ هطبق له وش خليه ما ينفعش. ده عيل مريض يا جدع، ده قال له واجب والله. بس انا رايح يا جماعه كده ادوا له فرصه. جاز ما خدش باله. ليه؟ عصفوره قدامه؟ اعمى ما بيشوفش؟ ساعات بتحصل يا باشا والله، ساعات بتحصل بيبقى في سبوره مع انعدام رؤيه بالذات في كميه البخار اللي طالعه من صدرك دي. برضه الواد عنده حق يا رفعه، هفهمه غلطه ولو ما فهمش ننكحه في وشه بس. وليه تتعب صدرك يا باشا؟ ليه تتعب صدرك؟ خلاص يا جماعه الواد فهم غلطه خلاص. وعلى رأي المثل غزاها أحسن من غزاها. والحمام زحمة أوي كده ولا إيه؟ أبويا وأمي ضاغطين عليا ضغطة سودة أوي يا كابتن. لا وقال إيه؟ مفيش خطوبة، جواز على طول. أبوك بيصيح. عارف إن حازم ده لو في خطوبة مش هياخد في إيدك منت وهيمر. أنا جربت معاه كل حاجة، واضح إنه واتبت. أوعي تستسلمي وتخلي أبوك يدخل فينا الجول ده. ما تنسيش إنتي راس حربة، يعني لازم تكوني خف الريشة، لكن بقى جواز وحمل ورضاعة. لا 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 طبعًا. مفيش الكلام ده. رضاعه ايه؟ انا قلت لهم ان انا رافضه موضوع الجواز ده تماما، بس هم مكشمين عليا شويه وهيفوقوا. الو ايه؟ طيب طيب انا جايه حالا. في ايه؟ استنى يا كابتن. بابا سلامتك. مالها يا دكتور؟ تعب وهو سايق العربيه. طب هو عنده ايه؟ مخبيش عليكي القلب حالته مش ولا بد. قلب ليه؟ ده طول عمره راجل رياضي. هو في حد كبير على الموت؟ ياما ناس ماتت في الملاعب، وبعدين الموت علينا حق. كفالة الله ولا فالك، اعوذ بالله، يعني نسافر بره ولا نعمل ايه؟ لا لا ما وصلناش للمرحله دي،
هو بس ياخد الادويه اللي انا كتبتها له. اهم حاجه الراحه ومفيش عصبيه. بابا الف سلامه عليك. يا سلام يا اختي، خايفه على ابوكي قوي؟ ايوه طبعا يا ماما، ليه بتقولي كده؟ بصي بقول لك ايه، لو ابوكي ده حصل له حاجه هيبقى ذنبه في رقبتك. كفايه يا شهير. لا لازم تفهم وتعرف. رجع الماسكه في واد بلا التنفس يقف وتموت. يا ساتر، ايه لزوم الكلام ده يا ماما؟ انا عملت ايه؟ مش عارفه عملتي ايه من ساعه ما عرف ان انت رفضتي حازم وهو حالته النفسيه بقت زي الزفت، واكيد طبعا هو ده اللي مأثر عليه. قلت لك كفايه يا شهيره، دي حياتها وهي حره فيها. براحتك يا بنتي. لا يا بابا، وانا ما يدنيش زعل. عمرك شفت ابي يسلم ابنه التسليمه اللي انا فيها دي؟ ما انت غريب قوي يا حازم، كل ما ابوك يقول لك اي حاجه كده لازم تسمعها على طول. كلكم الفضيحه اللي انا اتفتحتها ليكم تاني. انا نفسي اعرف مين اللي عزم صحابي. انا فضحت بقى بجلاجل قدامك. مين عمل كده رؤوف؟ رؤوف مين اللي عمل كده؟ ابوك قال لي وانا سمعت كلامه على طول، اعمل فيه اللي انت عايزه. الله يسهلك، الله يسهلك. مبروك يا ولاد، ألف مبروك. كده برضو ما تخلونيش أجيب مطرب في الفرح، ده أنا كنت ناوي أجيب لكم حماي أو العسيلي. ولزوموا إيه عسيلي والحماي؟ مع عصام كاريكا أهو. يا نهار أسود، هايدي المفاجأة الفظيعة دي، هايدي شربت حاجة. هي جاية شربك يا سبايسي. كفاية استعبطي يا حازم، كنت فاكرني مش هعرف؟ ما انت بتتجوز اهو. أمال ليه لما كنت بفتح لك موضوع الجواز كنت بتعملي فيها عبيط؟ هايدي أنا داخل الجوازة دي مصلحة، ما تتكلم مرعوب. أنت مش فاهمة حاجة، الجوازة دي كلها قوطة، تعالي بره وأنا أشرحلك كله. مش همشي من هنا لما أعملك فضيحة. هتفضحنا أنا ليه؟ مش أنت قليلة. هايدي أنت عارفة أنا داخل الجوازة دي، قولي لي ليه؟ ليه؟ علشان ناخد توكيل فيرونيكا، ولو احنا خدنا توكيل فيرونيكا هايدي هتبقى ايه؟ ايه؟ هتبقى نجمة دعاية فيرونيكا، عرفتي؟ يعني لو انت فضحتينا لا هيبقى في دعاية ولا هيبقى في فيرونيكا ولا هيبقى في فلوس من اساسه. يلا بقى يلا تعالي خد اشربها اي حاجة سخنة. يلا نجمة، نجمة فيرونيكا. ايوه الله يحرقها هبلك، الله يحرقك بجهازها. في فين يا حازم؟ انت معروفة بابا. يلا عشان تلبس عروستك الشبكة. يا نهار اسود دي شكلها غالي قوي. 400,000 جنيه. خسارة فيهم. وجبتهم منين يا بابا في ظروفنا الهباب دي؟ اتصرفت، ما لازم نقدم مقامنا ولا عاوز ابوها يشك فينا. يلا يلا يلا. ما تفردي وشك شويه، العريس جاي. اهلا اهلا، اتفضلي يا عروسه، تعالي عند العريس. اتفضلي. مبروك يا بطل. ايه ده؟ دي بيجامه بيير كاردان. بيجامه بيير كاردان؟ دي اخرها بيجامه بالتوحيد والنور. يا قلبها يا حازم، دي خلاص بقت مراتك. الله ما تنساش احنا لسه ما خدناش القرض. اعمل معروف يا حازم، اعمل معروف. عاوزك بقى تبقى زوج مثالي، رايق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجيه. اقوم بواجبات الزوجيه مع دي؟ دي عشان ابوسها لازم اضرب لها حبايتين هابيفيس. البس البيجامه واضرب دول. هو انا صايد اوكشن من جامعه الدول؟ طب افرض ضربت دول النهارده، بكره هتنيل اعمل ايه؟ ولا يهمك، كلم رؤوف يجيب لك اتنين تانيين وعلى حسابي. ايه ده؟ ايه يا ماما الحاجات دي؟ دي قمصان نوم زي ما انت شايفه. ما انا عارفه انهم قمصان نوم، بس من امتى وانا بلبس المسخره وقله الادب دي؟ يا حبيبتي يا نور عيني، ما انت لازم من النهارده تلبسي قمصان النوم دي عشان جوزك. انا نفسي اعرف لو ما لبستيهمش دلوقتي هتلبسيهم امتى؟ ومين قال ان انا عايزه البسهم اساسا؟ ماما فكك من الجو ده، ماليش فيه.
يعني ايه مالكيش فيها؟ اسمعي اما اقول لك، انت هتلبسيهم هتلبسيهم، انت سامعاني؟ وبعدين يا حبيبتي ابوكي تعبان وما هوش ناقص ومش عايزين نضايقه، وانت سمعتي بودانك الدكتور قال ايه؟ حاضر يا ماما. يا ريت بقى يا حبيبتي لو تلبسي القميص الاخضر علشان بقى تبقى ليلتكو خضرا. فدلي عروسه الف الف مبروك. لي 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 لي. مبروك يا عريس، خد بالك منها. هنمشي بقى ولا ناويين نقعد مع بعض؟ لا لازم احنا نمشي بقى ونسيبهم مع بعض هم. ما تنساش بقى يا حازم. مبروك يا عريس، خلي بالك من عروستك ها، وما تنساش طلع من مناخيرك. يا الدنيا بتمطر عندك ولا ايه؟ عاوزك تبقى زوج مثالي معاها، رقيق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. انت هتنامي ببدلة البحر دي؟ عندك مانع؟ لا ما عنديش. طب انت عندك فكرة ان احنا النهاردة في ليلة الدخلة؟ وليلة الدخلة دي كأننا في حالة حرب بالظبط، يعني لازم يحصل اشتباك، بعدين سلاح المظلات يدخل، شوية بوازيك على شوية مدفعية، يعني شوية لطافة كده من الآخر، يعني رومانسية. شوف بقى يا نجم السنين، جو الحب والرومانسية واللفلفة ده ما يتعملش معايا أنا يا بابا. ليه؟ هو انت مش مراتي ولا انا كسبتك في كيس شيبسي؟ اسمع يالا، انا مش هقول لك تطلع تنام بره عشان انا كفاءه، فلو فكرت تعمل اي حاجه كده ولا كده هكسعمك، ولو عايز تنام جنبي تنام بادبك من الاخر. ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود، هو انا اتجوزت اختي في الرضاعه؟ يا ساتر يا رب. واضح ان انت مكسوفه. بص بقى، عارفه لو شربت الكاس ده وضربت الجوب ده هتشوفي بيكحم قدامك. خمرة ومخدرات؟ تعرف يلا لو ما كنتش جوزي كنت بلغت عنك. يا نهار اسود، هو انا اتجوزت مرشد ولا ايه؟ لا متجوز كابتن يا امور، وانسى بقى ليله الدخله والكلام ده عشان انا عندي اساسا عذر يخليك ما تقربليش. ايه؟ هو ايه ده اللي يخليني ما اقربلكيش؟ يعني عذر قهري. عذر قهري، والحاجه والدتك عندها معلومه بالعذر القهري ده؟ عارفه. ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ طب ما كنا عجلنا شويه. اديك شايف كل حاجه جت بسرعه، وكفايه لوك لوك بقى عشان عايزه انام. ايه ده؟ ما تنام. نيل انام، مش عايزه مخدات. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ساتر، انت قايمه من عيا ولا ايه؟ بتقول حاجه؟ لا لا، بقول ان انت يعني نفسك مفتوحه بالف انا وشفا. مش بلعب وبتمرن، لازم اتغذى. ربنا يكون في عونك، الحقيقه طبق متكامل فيه كل انواع الفيتامينات. ده ايه ده كمان؟ ده بيض وده لبن، دي وجبه غذائيه متكامله فيها كل العناصر المحتاجه الجسم. وانت مش مكفيك ال 3000 عنصر اللي في طبقك دول؟ وبعدين بالنسبه للكيكه اللي انت بتعمليها دي ما تعمليش حسابي فيها، علشان انا البيض بيعمل لي حساسيه. ما
تحفه. اهو شويه وهنروح نتغدى بقى. اه طبعا ده احنا مبسوطين جدا. ماشي يا ماما. ماشي حبيبتي، باي باي. انا مش فاهمه الناس اللي بتلبس مايوهات كده عادي بيلبسوها ازاي يعني؟ دي سفاله وقله ادب يا ستي. هما جايين معرض الكتاب، دول قاعدين على حمام سباحه، عايزين يلبسوا ايه؟ جلاليب. طب لما انت فالح قوي كده ولابس مايو، ما تظبط جسمك الاول. فين التعبيس؟ فين المحابيس؟ لا 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 حاسبي، انت بيغور الجو الشعاعات مبروك والعيال دي. لا لا خلي بالك، انا العضله عندي بتنمو لجوه. والعمل بقى، انا بقضي نص يومي في الجيم. يا عم ده انت اخرك اتنين ضغط وتفيص. هزق جدا يعني. على فكره انا غبي.